أحبائي الطلبة، أهلا بيكم في موضوع جديد من موضوعات الجنرال امبريولوجي، واللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن الـ external appearance during the second month. في محاضرتنا النهاردة عايزين نعرف إيه الـ general features اللي هتميز الإمبريو أثناء الشهر الثاني من الحمل. بنهاية الأسبوع الرابع من الحمل الإمبريو تقريبا بيبقى عنده حوالي 28 سوميت، وأهم ما يميزه إنه ابتدى ياخد الشكل الخارجي الأقرب للشكل الآدمي، لكن مش من غير تفاصيل. كمان بيميزه ظهور الفارنجيال آرشز، ودي عبارة عن مجموعة من الثنيات موجودة في منطقة الرقبة هيتكون منها ستراكشرز مهمة في منطقة الفارنكس، هنتعرف عليها إن شاء الله فيما بعد. ذكرنا انه بنهاية الاسبوع الرابع بيبقى الامبريو تقريبا 28 سوميتس، لانه في المراحل الاولى عمر الامبريو تقريبا بيتحدد بعدد السوميتس، لاننا عارفين كل واحدة من السوميتس دي بتظهر امتى، فممكن اعد السوميتس دول ومن خلالهم اعرف الامبريو ده عمره قد ايه. اما خلال الشهر الثاني من الحمل فعدد السوميتس بيبقى صعب شوية ان احنا نعتمد عليه في تحديد عمر الامبريو، لانه خلاص بيبقى اكتمل نموهم. اما عمر الامبريو في الوقت ده فصاعدا، فممكن يحدد لنا او يتحدد لنا عن طريق ما يعرف بالكراون رامبلينز. كراون رامبلينز وبنقيسه بالملي، وده عبارة عن ميجرمنتس بنقيس بيه الطول من الفيرتكس اوف ذا سكال، اعلى نقطة في السكال، لغاية النقطة ميدوي ما بين التو باتوكس، وعن طريق الطول ده بالملي متر ممكن نعرف الامبريو ده عمره قد ايه. في الجدول اللي قدامنا ده بيقول لنا الكراون رامبلينز يطلع حوالي قد ايه بالملي، وده تقريبا يطلع عمر الامبريو ده بالاسابيع حوالي قد ايه. مش مطلوب مني حفظ الارقام دول، لكن دي فكرة مبدئية تقول لي ازاي انا بقدر احدد عمر الامبريو بالاسابيع عن طريق القياس الكراون رامبلينز. لعل ما يميز الامبريو during the second month هو ان الاكسترنال ابيرنس بتاعه بيتغير بظهور الليمب بادز. على بداية الاسبوع الخامس بيبتدي يظهر الفور ليمبس والهايند ليمبس او الابر واللور ليمبس، بيبتدي يظهروا في صورة براعم صغيرة. الفور ليمبس يبقى مكانه ورا البريكورديال او البريكارديال سويلنج، المكان اللي هيتكون عنده الهارت تقريبا عند الليفل بتاع الفورس سيرفايكال سوميت لغاية الفيرست ثوراسيك سوميت. اما الهايند ليمب فهيظهر بعد شوية او بعده بشوية كودا للاتاتشمنت بتاع الامبلايكال كورد عند الليفل بتاع اللمبر والابر سيكرال سوميتس. مع استمرار عملية النمو آخر جزء من الأبر واللور لمب بات هيبتدي يحصل له فلاتنينج، ثم يبتدي يظهر نوع من الكونستريكشن اللي بيفصله جزئيا عن البروكسيمال بارت اللي هيحتفظ بشكله سيلندريكال، وبالشكل ده تبتدي النواهي الأولى لتكوين اليدين الهانس أو القدمين الفيتس. مع استمرار النمو هيبتدي تظهر فيه مجموعة من الجروفز في المنطقة بتاعة الهاند والفوت، هتقسم هذه المنطقة إلى الأصابع fingers أو toes، والجروفز دي هتبتدي تتعمق لغاية ما تتفصل الأصابع عن بعضها البعض. والملاحظ إنه الديجيتال ريز أو الأصابع دي بتبقى ظهورها في الأبر ليمب أو في منطقة الهاند أسرع من مثيلها في اللور ليمب أو في منطقة الفوت، لانه الديفلوبمنت بتاع الابر ليمب بيسبق الديفلوبمنت بتاع اللور ليمب بقليل. التطور الثاني الملحوظ انه بيظهر فيه كونستريكشن ثاني في منطقه الليمب بض، علشان يقسموا الى تو سيجمنت، بروكسيمال سيجمنت وانترميديت سيجمنت وديستال سيجمنت، وبالشكل ده كل واحد من الليمبس دول يبتدي يظهر شكله المميز ارم فور ارم هاند، او في اللور ليمب ثاي ليج اند فوت. بنهاية الشهر الثاني من الحمل بيبقى الامبريو خلاص اكتسب الشكل الآدمي المميز،
وتعالوا نستعرض مع بعض من خلال مجموعة صور ملخص الكلام اللي احنا قلناه اللي فيه التغيرات اللي بتحصل during second months of pregnancy.